الله يحييك وسعداء اليوم في لقائك وتكريمك وتحفيزك على عمل شبابي ستقومون فيه مطلع الأسبوع القادم وانعكاسات تكريمة على آخر الشهر. فإحنا أي شيء في مجال الشباب دائما نتابعه وندعمه ونحفزه ونتمنى التوفيق للجميع، والقلوب والأبواب كلها مفتوحة وحياكم الله في أي مجال يخص شيء شبابي. جزاك خير مع المستشار على كل الدعم وعلى الدعوة الكريمة، وتبارك الرحمن يعني جهودكم المجتمعية واضحة في خدمة الشباب وخدمة كويتنا الغالية تحت ظل قيادة صاحب السمو حفظ الله ورعاه سمو ولي عهد الأمين. أنا أشكركم على هذه الدعوة وعلى الدعم وعلى التأييد والتحفيز، وبإذن الله تعالى راح نخرج إن شاء الله تعالى في ملتقى شبابي يخدم الاستدامة ويخدم الكويت شيء يليق بكم بإذن الله تعالى. والله يجزاك خير ومشكور على الاستضافة وعلى كل الدعم. جزاكم الله خير وكفو. الكويت إن شاء الله غنية وثرية بشبابها اللي مثلك وشرواك يعمل إلى إن شاء الله رفع اسم بلده وطنيا في كافة المجالات والميادين وفي كل المحافل. الله يجزاك خير وفكرنا لقاء الثاني إن شاء الله. الله يحييك.